السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معانا النهاردة مع تالت فيديو من سلسلة Penetration Testing Labs بعنوان Wireless Network Attacks Part 2. المرة اللي فاتت خدنا ازاي نكسر باسورد ويبا 2، وهي نفس الطريقة برضو اللي انت عايز تكسر باسورد ويبا، وخدنا ازاي نكسر او نعمل باي باسنج على اي ماك ادرس فلتر. النهاردة ان شاء الله هناخد ازاي تعمل فيك اكسس بوينت، ازاي تقدر تعمل فيك اكسس بوينت. بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، لو انت قاعد في كافيه، واضح كده، والكافيه ده مثلا عنده اكسس بوينت اسمها، لو انت بتتكلم مثلا كافيه سيلانترو اللي في الدور الثاني في سيت ستار، مثلا اسم الاكسس بوينت سيلانترو، تمام كده. رحت انت عملت اكسس بوينت اسمها سيلانترو برضو، انت سميتها برضو سيلانترو، وخليت عملت شغلت امر الاير بلاي بحيث ان نفصل كل الاجهزه المتصله على الاكسس بوينت بتاع المتصل على الاكسس بوينت بتاع سيلانترو اصلا. فانت مثلا قاعد في الكافيه، فهتلاقي ان انت كل شويه ما تكونكت على الاكسس بوينت بتاع سيلانترو بتاعت الكافيه بيفصل بتفصل ما بيعملش كونكت، وفي نفس الوقت لقيت اكسس بوينت تانية اسمها سيلانترو برضو، جيت عملت عليها كونكت، عمل كونكتد وتمام، ولقيت نفسك بتعرف تخش على الانترنت. فبالتالي الكلاينت هيفضل ان هو يكونكت على الاكسس بوينت الفيك اللي انت عملتها، طبعا طالما انت عندك الكلاينت بقى متصل على الاكسس بوينت اللي انت عملتها، تقدر تعمل مان ميدل اتاك. يعني ايه مان ميدل اتاك؟ يعني انت واقف في نص الكونكشن. على سبيل المثال تعال نتكلم هنا، هنا مثلا عندك جهاز ايه الاتاكر، تمام كده، او جهاز البنتريتور. انت عندك الجهاز ده طالع على الانترنت عن طريق ايثرنت زيرو. يعني انا جيت عملت اف كونفج، هتلاقي عندك ايثرنت زيرو، انا طالع على الانترنت عن طريق ايثرنت زيرو. طيب وانا عندي دبليو لان زيرو اللي هو ايه، كارت الالفا. طيب انا لو انا خليت كارت الالفا ده يبث اشعه يبث سيجنالز او يترانسميت سيجنالز وايرلس، بالتالي كل الناس تقدر تخش على الاكسس بوينت دي، تقدر تطلع للانترنت عن طريق ايثرنت زيرو. يعني اربط كارت الالفا بايثرنت زيرو، فبالتالي الداتا هتعدي على مين؟ لو انا مثلا واحد طالع للفيسبوك، واحد طالع للفيسبوك، فالداتا هتعدي على مين قبل ما يطلع للفيسبوك؟ هتعدي عليك انت الاول. فبالتالي كل الداتا اللي هيبعتها اليوزر، سواء باسوردات اي اكونتس، سواء على الفيسبوك او اي موقع، كل ده هيوصل لك، تمام. طيب هنعمل ده ازاي؟ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اتاكد بس ان الجهاز بتاعي واخد اي بي من الراوتر، اذا دي اتش سي كلاينت ايثرنت زيرو. لو انا عملت مثلا اي تي سي انا دوت دي اس اس اتش، لا نتوركينج ستوب، وبعدين هعمل نتورك مانجر ستوب، وبعدين هعمل نتورك مانجر ستارت اف كونفيج ايثن زيرو اب، وبعدين نتوركينج ستارت. الجهاز دلوقتي ايثن زيرو بقى واخد اي بي اهو 10.0.0.2. لو انا جيت عملت بينج على الجوجل مثلا، لازم اتاكد ان الكالينكس عندي طالع النت، بيبقى انا جوه على جوجل. لو جيت عملت مثلا بينج على www.facebook.com، بيعمل دلوقتي بينج برضو على facebook.com. طيب ده كلام جميل جدا. هعمل امر اسمه، اولا بس اخش على المكنه بتاعت الكالي، اتاكد ان الاكسس بوينت بتاعتي شغاله. ديسكونكت عشان مش كونكت تاني. طب ده كلام جميل. هبدأ بقى ايه سلسلة الأوامر بتاعتي. هعمل اير بيز، ده أمر بيخليك تعمل اكسس بوينت، اير بيز داش داش اي اس اس اي دي. اسم الاكسس بوينت ايه؟ هسميها مثلا اتاكر، واضح كده اتاكر. هتشتغل على شانل مثلا شانل 6، تمام كده، و بعدين في الاخر مون زيرو. دلوقتي لو انا جيت بصيت عندي على قائمه الاكسس بوينت اللي عندي، هلاقي اتاكر موجود فعلا عندي، تمام كده. طيب فاضل ان انا هعمل دي اتش سي بي سيرفر. ليه دي اتش سي بي سيرفر؟ عشان اي جهاز يكونكت على الاكسس بوينت دي
ياخد اي بي. تمام، خلي بالك ان انت عندك هنا كريت لك اصبح الاكسس بوينت دي الانترفيس بتاعها ات زيرو، فانت حتى كل تعاملك هيبقى مع الانترفيس اللي هي ات زيرو. طيب ده كلام جميل جدا، افتح تيرمينال تانية روت تور. ماشي، دلوقتي هبدا اسطب الدي اتش سي بي. اول حاجه هدي اي بي للات زيرو دي، كونفيج ات زيرو مثلا 192.168.2.1 255، او هنا هعمل سلاش 24 وهنا اب، وبعدين هعمل امر اسمه راوت اد نت، راوت اد نت داش نت 192.168.0، بعدين نت ماسك 255 0 جيت واي 192.168.1، بس انتر. وبعد كده انا دلوقتي هسطب مسطب الدي اتش سي بي سيرفر بواسطه تول اسمها الاي اس سي دي اتش سي بي سيرفر. تمام كده، لو انا رحت على الكالي لينكس، هروح على كمبيوتر، هروح على فايل سيستم، هروح على اي تي سي، هروح على فايل اسمه دي اتش سي بي، اهو هروح على فايل اسمه دي اتش سي بي دي كونف. خلي بالك هنا انا مع كاتب بقى ايه، عايزك بقى اذا جوه فايل دي اتش سي بي دي دوت كونف اكتب كل المعلومات دي، عايزك تكتب كل المعلومات دي. طبعا لو الاي سي عندك مش متسطب بتسطبه بالامر اللي هو كده، اللي هو apt get install isc dhcp server، سطب كده هيسطب لك طبعا الاي سي سيرفر عندك، وهيكريت لك ملف ال dhcp اللي هو جوه الاي تي سي، وتخش هتلاقي ملف اسمه dhcp.com، اكتب كل المعلومات دي. default these times 600 ثانية، maximum these time 7200، ال network ال subnet mask slash 24 يعني 255 255 255.0، ال broadcast address 192.168.2.255، ال option routers ده ال IP بتاع ال at 0، ال domain name ال IP بتاع DNS، وهكذا. انا عايزك بقى تكتب كل المعلومات دي، خلي بالك ان هو هيدي IP من اول 100 لحد 150. طب ده كلام جميل، وهعمل نو ان انا اصلا ما كتبتش حاجه. طيب هبدا اشغل بقى، اعمل دي اتش سي بي دي داش سي اف اي تي سي دي اتش سي بي دي اتش سي بي دي دوت كونف داش بي اف فار ران دي اتش سي بي دوت دي دوت بي اي دي ات زيرو. تمام، وبعدين هعمل اي تي سي انا دوت دي اي اس سي دي اتش سي بي سيرفر ستارت. كده انا شغلت ال دي اتش سي بي سيرفر اللي هو بتاع الاي اس سي. لو انا جيت جربت مثلا اعمل كونكت من الاكسس بوينت، اطلع من هنا واخش على الاكسس بوينت دي، خلي بالك هنا بتبص بيقول لك كلاينت اللي اخره بي 14 دي كونكتد على الاتاكر على الاكسس بوينت اللي انا عاملها. هشوف هياخد اي بي ولا لا، وهحاول برضه كونكت من الموبايل بتاعي هو اندرويد. انا دلوقتي بقى ايه، ببص في الموبايل بتاعي بكونكت بقى ايه، هفتح الوايرلس وكونكت. طبعا هو ليميتد عشان ايه بقى، ليميتد عشان ما فيش نت لسه، انا بقى لسه ما ربطتش الاد زيرو دي بالايثرنت زيرو المتصل على النت. لو انا جيت دخلت عملت هنا ديتيلز، بص بقى خد ايه، خد اي بي اهو 192 168. لا ثواني، ده هو واخد دوت 1 لان انا الوايرلس دي انا مديها ستاتيك اي بي. طيب لو انا جيت عملت كده مثلا، عملت ايه، نشوف كده بقى ايه الاي بي بتاعه، خد اهو تمام في دوت 2 دوت 107. يعني انا كده دلوقتي عندي دي اتش سي بي سيرفر شغال على الاكسس بوينت، فاضل بس ان انا ايه هوصل هربط الاد زيرو بالايثرنت زيرو، فبالتالي الاكسس بوينت يخش على اي جهاز يخش على الاكسس بوينت يقدر يخش على الانترنت. هرجع تاني
لا ال للاكسبوينت بتاعتي اللي هو احمد رأفت. تمام. هجرب بقى كونكت بالايه بالموبايل. الموبايل ادى كونكتد اهو. خلي بالك ان هو جاب لك كمان الايه اخره، الماك ادرس بتاع اخره 26. ده الموبايل عمل كونكتد تمام، لكن طبعا لو انا جربت اخش على الانترنت مش هيخش. طيب ده كلام جميل جدا. فاضل ايه بقى؟ فاضل ان انا اشغل الانترنت، فبالتالي هكتب بقى مجموعة الاوامر الاتية، ان انا هربط الات زيرو بالايثرنت زيرو، اي بي تيبلز فلاش، بعدين اي بي تيبلز تيبل نت فلاش، بعد كده اي بي تيبلز ديليت تشين، بعد كده اي بي تيبلز ديليت لا تيبل نت ديليت تشين، بعد كده طبعا انا كتبت الثلاث اوامر دول برضو ايه بسرعه كده، يعني وقفت الفيديو قبل ما اكتبهم لان هم طوال جدا. يعني اي بي تيبلز داش داش تيبل نت داش داش ابند بوست راوتنج اوت انترفيس ايثرنت زيرو، ده الانترفيس اللي الباكتس هتطلع منها اوت منها، داش جي ماسكريد، وبعد كده اي بي تيبلز ابند فورورد داش داش ان داش انترفيس ات زيرو داش جي اكسبت ايكو 1 بروكسس نت اي بي فيرجن بور اي بي داش فورورد. طيب ده كلام جميل جدا. بالتالي انا لو جيت جربت عندي على الموبايل اخش على الانترنت كده مثلا، طبعا بس انا هنا عندي غلطة في الكود. هنا ما فيش تيبل نت هنا خالص. وتقريبا كده الموبايل عندي دخل على الانترنت اهو تمام. طيب هندخل بقى ايه الامر ده اس اس ال اللي هو تول الاس اس ال ستريب ده تمام، بعد كده اس اس ال ستريب داش كي داش ال داش ال 10000 تمام كده، ونفتح سيشن كمان روت تور اس اس ال ونعمل هنا تيل داش اف اس اس ال ستريب دوت لوج. طيب كلام جميل جدا. هخش بقى من عندي مثلا، انا دلوقتي كونكتد على الاكسس بوينت، هحاول اخش دلوقتي من عندي على الفيسبوك. المفروض في الصفحة دي هتظهر لي ايه؟ هتظهر لي الكونكشنز بتاعت الفيسبوك، او اي حد هيخش على الاكسس بوينت عندك وانت مشغل اس اس ال ستريب هيظهر لك، لو دخل الفيسبوك ودخل الباسورد هتظهر لك الباسورد هنا تمام. فانا هخش عندي هنا
داخل على الفيسبوك دلوقتي. انا عامل اكونت فيك يعني عشان اوريه لك، بس ايه، انا عامل اكونت على الفيسبوك يعني احتياطي كده، انا عامله عشان الدرس ده. انا مثلا الاكونت ده مثلا احمد دوت رأفت 2233 ات ياهو دوت كوم، وهقول مثلا الباسورد، وهقول ان الباسورد ده مثلا احمد رأفت اس دولار 3، وهدوس اللوجن. ظهر دلوقتي اهو، لو انت ما خدتش بالك ظهر ان انت احمد دوت رأفت اهو، احمد دوت رأفت. المفروض اللي هي اتياهو دوت كوم هو ترجم لك الات دي ل عنت اللي هي الساين اللي هي بال 100% اتياهو دوت كوم اهو، ده الايميل. نطلع مرة تانية ونعمل بس كنترول زد، نوقف الكابتشر اهو. الباسورد فين بقى يا سيدي؟ ده الباسورد اهو، ده الباسورد. طبعا انت عندك ايه طريقة تانية، مثلا ان انت تكتب ايتركات داش تي كابيتال داش كيو داش اي اد زيرو، تمام كده. نحاول بقى ايه نخش كده مرة تانية، نعمل جو بحاول طبعا اخش على الفيسبوك من الموبايل بتاعي. هنا انا بجرب بقى ايه اخش على الفيسبوك من الموبايل، تمام. هفتح صفحة الايتركاب، مثلا هكتب، ممكن اخش مثلا برقم الموبايل بادوس لوجين اهو. جاب لي قال لي ان في حد دخل باليوزر. طبعا انت ممكن تخش على الفيسبوك بالرقم التليفون برقم الموبايل والباسورد اس، انا ما عملتهاش احمد بقى، عملتها اس اتش ام اي دي، واضح كده. وبالتالي انا قدرت عن طريق ان انا اما عملت فيك اكسس بوينت عندي اليوزرز دخلوا على الاكسس بوينت بتاعتي وموصلهم الانترنت. لو انا مشغل اس اس ال ستريبل الايتركاب بالتالي هقدر اعمل سنيفنج بوصه الايتركاب او اني اعمل تيل داش اف اس اس ال ستريبل لوج. في كلا الحالتين هجيب لي اليوزر نيم والباسورد اللي داخل بيهم الكلاينت. انا اعتبر خلصت الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.